طبعا درجة الحرارة والرطوبة اللي حوالين الجهاز بتبقى مهمة جدا جدا عشان الاوبريشن بتاعه، وعادة بيبقى الأجهزة كلها بيبقى في اللي عندها في السبيسيفيكيشنز بتاعتها رينج معين لدرجات الحرارة ورينج معين للهيوميديتي اللي المفروض تشتغل فيها. فلو أنا بتكلم على المستشفى عموما بيبقى الأوبتيمم بتاعها إن هي تبقى من 21 ل 27 درجة في الورم كلايمت ومن 18 ل 24 في الكولد كلايمت. طبعا نلاحظ ان لو احنا عندنا temperature و humidity extremes دي بتسبب في ان في performance الحقيقه بيبقى يعني بالنسبه للجهاز وبالنسبه للبرسونال حتى اللي موجودين عايشين في الـ environment اللي درجه حرارتها ماهيش مناسبه والرطوبه بتاعتها ماهيش مناسبه، بيبقى performance عموما بيبقى اسوأ. وطبعا من الحاجات المهمه جدا لازم ناخدها في اعتبارنا حاجتين، احنا دلوقتي الجهاز بتاعنا لو احنا مثلا الجهاز بتاعنا ده بيسخن، اوكي، هل احنا نقدر ان احنا نتعرض للسخونه بتاعته دي ولا لا؟ وهل ان احنا البرسونال بتوعنا المفروض ان هم لو فرضا لو انا عايز ادوس على زرار والزرار ده بيسخن مثلا، اوكي، هل درجه الحراره بتاعته يعني المفروض تبقى في حدود كام علشان يبقى اوكي ان هو يكون كده، اوكي. وبرده الحاجه الثانيه لو انا فرضا الجهاز ده بيبقى ابلايد على السكين بتاع المريض، يعني لو في سكين كونتاكت مع المريض، يعني درجه الحراره بتاعه الكونتاكت يعني بارت دوت هيبقى ممكن يكون كام عشان يبقى الدنيا سيف. فعامه في ستاندرد كده للموضوع ده. لو انا بتكلم على الاكويبمنت نفسها هتعرض للاكسترنال سيرفيس، يعني هلمس الاكسترنال سيرفيس ده فور ليس ذان 1 سكند، ممكن لو كان الديفايس دي نفسها ميتال او ليكويد مكان ما انا ممكن يعلى يبقى 74 درجه، لو كان جلاس او بورسلين او فيتريوس ماتيريال بتكلم على 80 درجه ممكن يبقى يعلى يبقى 80 درجه، لو مولدد ماتيريال بلاستيك رابر او وود ممكن تبقى 86 درجه ويستيل يبقى اوكي لو انا لمستها اقل من 1 سكند. لو انا بقى يعني كل ما طبعا ما بعلى بالكونتاكت يعني تايم، لو انا يعني الكونتاكت بتاعي مع الجهاز كان وقته اطول كل ما بلاقي درجه الحراره الماكسيمم اللي ممكن ان انا اسمح بيها بتبقى بتقل، لغايه لما بتكلم ان هي تبقى اكتر من 1 مينت ما بسمحش باكتر من 48 درجه لاي واحده من الثلاث حاجات دول. يعني من كنت بوصل هنا 86 درجه لما بتكلم ان انا هكونتاكت الجهاز بتاعي، يعني مثلا هحط ايدي على الجهاز بتاعي او هشيل الجهاز بتاعي عشان انقله من مكان لمكان ما يسمحش ما مش ما لا يسمح ان درجه الحراره بتاعه الجهاز هتعلى عن 48 درجه، او السيرفس اللي هو بيبقى ان كونتاكت مع اليوزر ما يسمحش ان هو يبقى اكتر من 48 درجه. لو انا بتكلم بقى على السكين كونتاكت مع بيشنت لا الدنيا مختلفه خالص، بتكلم ان انا لو انا اقل من 1 مينت بتكلم ان اقصى درجه حراره ممكن اوصل لها لو كان مثلا بتكلم على مولدد ماتيريال او بلاستيك بتكلم على 60 درجه، اوكي. لو بتكلم بقى ان انا يعني الكونتاكت ده مستمر فتره طويله لا يمكن اعلى عن 43 درجه. طبعا بتكلم مثلا على مثال على كده، مثلا لو انا بتكلم على البروب بتاع الالترا ساوند، مثلا البروب بتاع الالترا ساوند ده بيبقى ان كونتاكت مع البيشنت لفتره طويله ممكن يبقى ربع ساعه تلت ساعه عشان الدكتور بيعمل معاه بيعمل يعني السكان بتاعه بياخد وقت في هو ان هو يعمل السكان دوت. فما ينفعش ان الهيد بتاعت الترانسديوسر دي اللي هي ان كونتاكت مع البيشنت يبقى درجه حرارتها اعلى من 43 درجه. لو حصل انها عليت اكتر من 43 درجه بيبقى في مشكله، ويعني ديفنتلي ما بيبقاش حاجه كويسه بالنسبه لايه بالنسبه لي. وطبعا ديفنتلي بيكسر الايه الستاندرد ده، فمش مفروض ان في جهاز يصرح ليه ان هو يشتغل وهو درجه حرارته بتعلى عن 43 درجه وهو ان كونتاكت مع البيشنت اكتر من 10 دقائق.